أكثر من 2 مليون مهمش في اليمن، وضع اقتصادي وحياتي صعب يعيشون فيه، كونهم الفئة الأكثر معاناة في السلم والحرب. فإضافة إلى الفقر الكبير الذي يعانون منه، كونهم يعيشون في مخيمات لا تقيهم حر الشمس والأمطار ولا برد الشتاء، فيفترشون الأرض ويلتحفون السماء. إضافة إلى أنهم يعانون في هذه الحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب معاناة شديدة. وعلى الجانب الاقتصادي، فإن غالبية المهمشين يعملون في النظافة، إلا أن توقف الأعمال والرواتب أدت لتضررهم وتوقف مصدر دخلهم المعيشي. من شتى المجالات مهمشين، لا سكن، لا رعاية، لا مرتبات، أصبحوا منبوذين. ونتمنى من المنظمات الدولية التي ترعى هذه الشريعة أن تلفت لهم بنظرة الرحمة. العديد من فئة المهمشين تعرضوا لنيران ميليشيا الانقلاب، مثلهم مثل سائر المدنيين في تعز، خصوصا القنص والقصف العشوائي. كون بعض تجمعات المهمشين أو ما يسمون بالأخدام تقع في مناطق قريبة من مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب، وهو ما يجعلهم عرضة لقناصة الميليشيا، بينما لا يجد مرضاهم تكاليف العلاج والدواء، إضافة إلى انتشار الأوبئة في أحيائهم السكنية، كون مناطقهم غير صحية وبيئة غير صالحة للسكن أو بالقرب من مجاري السيول. وضعنا يا أخي مأساوي، تعبان وضعنا. نحن الآن يعني نعاني من ما فيش إغاثة تسعم الناس، ما فيش معانا يعني ما حد الفتح نحن. السيل والله زي ما تشوف أنت البيوت كيفه، إذا في مطر يدخل في البيوت، لأنه ما فيش معانا أي دعم ولا معانا أي حاجة توصل. سواء المطر يجي فوق البيوت، العشاش مواقيد قدامك، ما فيش معاهم ضباحة، ناس ضباحة، ناس ما فيش بدون أعمال. ومنذ الحوار الوطني في 2013، والمهمشون يطالبون بدمجهم بشكل أكثر إيجابية في المجتمع، بما في ذلك منحهم نسبة من الوظائف من أجل تحسين وضعهم الاقتصادي والحياتي المتردي. في هذه المخيمات المتهالكة يعيش المهمشون وضعا متردد، مساكن لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء أو نيران حرب ميليشيا الانقلاب. بلال صبري، الإخبارية، تعز.